هي العلاقات الطيبة والتي ستظل دائما متواجدة ما بين الشعبين الشقيقين، الشعب المصري والشعب السوداني. خلينا نروح بقى للتشكيل الرسمي للنادي الأهلي في هذه المباراة. شناوي في حراسة المرمى، محمد هاني باك يمين، أيمن أشرف باك شمال، ياسر إبراهيم ورامي ربيعة اثنين قلوب دفاع، سلية وديانج اثنين في وسط الملعب، ثم حسين الشحات ناحية اليمين وجونيور أجايي ناحية الشمال، ومحمد مجدي أفشة تحت مروان محسن راس حربة وحيد. تشكيل رسمي مرة أخرى للنادي الأهلي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ناحية اليمين، أيمن أشرف ناحية الشمال، ياسر إبراهيم ورامي ربيعة اثنين قلوب دفاع، ثم عمرو السولية وأليو ديانج اثنين في وسط الملعب، حسين الشحات ناحية اليمين، ثم جونيور أجايي ناحية الشمال، ومن خلف مروان محسن راس حربة وحيد، ومن خلفه محمد مجدي أفشة. إذن تشكيلة رسمية لنادي الأهلي لم تشهد أي مفاجآت إلا استبعاد علي معلول. إحنا لسه مش عارفين هو موجود في الاحتياطي ولا برة، لكن هنقول لحضراتكم.